لقد عبرت دولة قطر العام 2018 على جناحين من النجاحات السياسية والاقتصادية، وذلك بعكس ما أرادت الدول المحاصرة التي سعت إلى عزلها وتشويه صورتها، وقد استخدمت في ذلك كل ما تملك من أدوات سياسية ومالية وإعلامية، لكنها فشلت فشلا ذريعا. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله زار خلال هذا العام حوالي 16 دولة، أهمها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وماليزيا والإكوادور والباراغواي والأرجنتين وغيرها. وحققت هذه الزيارات نجاحات جديدة لقطر عززت من حضورها الدولي ومن مصالحها العليا. وفضلا عن الزيارات الرسمية، فقد شارك سمو الأمير المفدى في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا وأعمال القمة الإسلامية الاستثنائية في اسطنبول وأعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنتدى قطر ألمانيا وأعمال منتدى باريس للسلام، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي القطري في الولايات المتحدة الأمريكية والحوار الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة، فضلا عن أعمال النسخة 18 من منتدى الدوحة الذي جمع نخبة من قادة الرأي والفكر ومتخذي القرار من عدد من دول العالم في قطر. وبالتوازي واصل الاقتصاد القطري نموه خلال هذا العام وفق معدلات تعد الأعلى في المنطقة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب 2.5% وزاد حجم الصادرات بنحو 18%، وقفز الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنحو 14.6%. الموازنة العامة للدولة شهدت تحقيق فائض قدره 7 مليارات و100 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام، ويتوقع أن تحقق في العام المقبل فائضا بقيمة 4.2 مليار ريال، كما ازداد عدد المصانع العاملة في الدولة عما كان عليه قبل الحصار بنحو 14%، وتمكنت هذه المصانع من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات. بالنتيجة لم يحدث الحصار أي تأثير يذكر على مناحي الحياة في قطر، سواء في القطاعات الحيوية كالاقتصاد والأعمال والعلاقات الدولية ومسيرة البناء، وانحصرت آثاره فقط في الجوانب الأسرية وصلة الأرحام وتواصل العائلات المشتركة وحرمان القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة. حصار قطر يظل إحدى المغامرات التي قامت بها دول الحصار، بالإضافة إلى مغامراتها الأخرى في المنطقة المتمثلة في حرب اليمن التي قتل فيها الآلاف من المدنيين وتم تدمير مقدرات اليمن ومستقبل أبنائه، هذا فضلا عن تصفية المعارضين وملاحقتهم وخنق حرية التعبير، وهو ما أدى في المجمل إلى إدانات واسعة من المجتمع الدولي لتلك السياسات ومطالبته للرياض وأبوظبي بوقفها وبتحسين سلوكها الطائش في المنطقة.